بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي بنتكلم على آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة على المرأة العربية. ويمكن سبب اختيار هذه المحاضرة هو أننا حاليا ومع أزمة كورونا، فيروس كورونا، بدأت معظم دول العالم أن هي تاخد إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، يمكن قريبة من الأزمة المالية العالمية، وبالتالي مهم أننا نقارن بين النوعين من الأزمات ونبتدي نشوف البدائل اللي أتاحتها أو الدروس المستفادة من أزمة 2007. بنبدأ بأننا نتكلم على أن الأزمة المالية العالمية بدأت في صيف 2007، وبدأت بشكل رئيسي في شكل أزمة تمويل عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، تحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية. كيف بدأت كأزمة تمويل عقاري؟ إن هي كانت الحقيقة يعني هنبتدي نتكلم على أسباب ده، ولكن المهم جدا إن المحاضرة هتلمسه هو إن الأزمة المالية العالمية تأثيراتها مختلفة على الذكور عن الإناث. هنبتدي نتكلم على تأثيراتها مختلفة على الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية، وهنبتدي نشوف إلى أي مدى المرأة العربية بتتأثر أو تأثرت بهذه الأزمة، وإيه البدائل أو السياسات المطلوبة لمواجهة الأزمة، وكيف يعني كل دولة في من دول العالم كيف كان يعني رد فعلها والسياسات المتخذة لمواجهة الأزمة. الأزمة المالية الحقيقة بدأت يعني بتعتبر، لما نيجي نتكلم على تطور الأزمات المالية فبنفتكر أزمة الكساد الكبير في عام 29، ولكن الأزمة المالية العالمية بدأت في عام 2007 وأدت إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير جدا، ليصل إلى أقل من 0.5%، ويمكن في بعض الدول وصل إلى 0 وبالسالب. يعني هنبتدي نتكلم على أسباب الأزمة المالية العالمية. الحقيقة الأزمة المالية العالمية السبب الرئيسي بتاعها أنها بدأت من الرهن العقاري، لأن بدأت البنوك الحقيقة تصرف في إقراض القرض العقاري وبدون الضمانات الكافية ولا الحدود الائتمانية القصوى. ومع وجود نظام الرهن العقاري بدأ الطلب يزيد على المساكن الخاصة، وبدأت الديون ترتفع بشكل كبير جدا بالنسبة للبنوك بدون الضمانات كافية، لأن الضمانات كانت في المنازل، وطبعا حصل عجز كبير بين الأصول اللي هي بتضمن القروض. ليه؟ لأنه حصل توريق للمديونية دي بشكل أسهم وسندات، وبالتالي الأصول المالية كانت أضعاف أضعاف القيمة الحقيقية للمساكن. وفي الحقيقة لما بدأت كثير من أصحاب القروض غير قادرين على إن هم يسددوا متطلبات الدين، بدأت البنوك في إن هي تعرض المساكن اللي هي الأصول للبيع، وبالتالي انهارت أسعار المنازل، والبنوك أصبحت المديونيات بتاعتها غير قابلة للسداد، وبالتالي حصل انهيار في البنوك، ونتيجة لأن الأسهم كانت بيتم تداولها في البورصات فانهارت البنوك وانهارت البورصات. نتكلم بعد كده على الآثار الناجمة عن الأزمة. الحقيقة الأزمة بدأت أزمة مالية، يعني بمعنى أن انهارت البنوك انهارت البورصات العالمية، ثم تحولت إلى اقتصادية. ليه؟ لأنه مع انهيار البنوك والبورصات بدأت يحصل كساد اقتصادي، وبالتالي بدأت ارتفاع في مستويات البطالة. تشهد يعني كان ده واضح جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي، وانتقلت العدوى بسرعة إلى كل معظم دول العالم، وبالتالي من هنا تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. إيه أهم الخطط اللي دول العالم اتخذتها لمواجهة الأزمة؟ يمكن بيجمع هذه الخطط هي ضخ أموال.
ضخ أموال لمواجهة العجز في البنوك، فتم ضخ كمية كبيرة من الأموال في الجهاز المصرفي حتى يستطيع أن يكون قادرا مرة أخرى على الإقراض، ودي كانت نقطة مهمة جدا. وكذلك تم تخفيض سعر الفائدة حتى يعني عشان تكون في سياسات توسعية. كذلك المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي بدأت تتيح العديد من القروض، وهنتعرض فيما يلي لكل يعني أهم اقتصادات العالم من حيث كل دولة من الدول العظمى السياسات اللي كانت بتميزها لمواجهة الأزمة. فنجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدخل وتضخ أموال ضخمة، سواء وكل ده كان من الموازنة العامة، وبدأت تستحوذ على كثير من الشركات العقارية. والحقيقة الخطط اللي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتعتمد على إن هي تدخل تاخد يعني تدخل تضخ أموال، وبالتالي فدافعي الضرائب بيضخ هذه الأموال ويطلق عليه بالبيل أوت، ثم تبتدي تدير الأموال لصالح الشعب حتى يقف البنك أو الشركة الموقف الأفضل ماليا، ثم الحكومة تأخذ أموالها وتخرج، وهو ما أطلق عليه البيل أوت. الاتحاد الأوروبي الحقيقة أيضا بدأ يضخ أموال ضخمة في الجهاز المصرفي، ولكن صاحب ذلك وضع ضوابط وقيود لقياس كفاءة الجهاز المصرفي ومحاولة تقوية هذا الجهاز ليواجه الأزمة. أيضا اليابان اعتمدت خطة للإنعاش الاقتصادي، اعتمدت على تسهيلات ائتمانية وقروض للبنوك. أما الصين الحقيقة فاعتمدت بشكل كبير بضخ أموال ضخمة على استخدمت السوق الداخلية كأساس لإنعاش الاقتصاد. سننتقل الآن إلى آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المرأة. وبداية مهم إن احنا نوضح إن الأزمات تأثيرها بيختلف على النساء مقارنة بالرجال. لماذا؟ لأن المرأة مختلفة عن الرجل، الظروف الاقتصادية للمرأة عادة بتكون مختلفة عن الرجل، من حيث أن المرأة بتعاني أكثر من الفقر، المرأة بتتركز أكثر في مجموعة من الحرف اللي هي بتتأثر سلبا بالأزمات، المرأة مشاركتها الاقتصادية ضعيفة، المرأة حتى لما بتكون صاحبة عمل فهي بتكون في صاحبة عمل لمشروعات صغيرة جدا او متناهية الصغر، وبالتالي بتبقى يعني تأثرها بأي أزمة أكثر حدة، وبالتالي دائما بيكون تأثير الأزمات المالية والاقتصادية أكثر حدة على المرأة مقارنة بالرجل. هننتقل الآن إلى آثار الأزمة المالية والاقتصادية المعاصرة على المرأة في الوطن العربي. وطبعا هنا مهم جدا لما نيجي نتكلم عن الوطن العربي إننا نفرق بين إن الوطن العربي ليس قطاعات متجانسة، بمعنى هي ليست دول يعني تتميز بنفس الظروف الاقتصادية. احنا الوطن العربي ممكن إن احنا نقسمه إلى 3 أقسام أساسية: الدول الخليجية أو الدول البترولية اللي هي دول نصيب الفرد من الدخل عالي ولكن بتعتمد بشكل كبير على البترول كمصدر للدخل، وفي الدول المتوسطة اللي هي بتضم مصر والأردن والجزائر وهي عندها تنويع في هيكلها الاقتصادي ولكن نصيب الفرد من الدخل أقل من الدول البترولية، ثم الدول العربية الفقيرة واللي هي بتضم السودان واليمن وجيبوتي، ودي بتعاني بالإضافة إلى إن هي يعني انخفاض في حجم الناتج ولكن بتعاني من الفقر. نجد الحقيقة إن الدول العربية تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، وطبعا ده جه من عدة مصادر، منها أسواق المال العربية
اللي هي كانت دول عربية، الدول الخليجية وضعها الحقيقة يعني استثمارات في أسواق المال الدولية، وبالتالي الأسواق عندما انهارت أسواق المال الدولية حصل انخفاض كبير في ثروات الدول العربية من هذا، كذلك في أسواق السلع والخدمات مع تراجع الطلب على السلع تراجعت أسعار المواد، وبالتالي تأثرت يعني بالذات الدول النفطية تأثرت بشكل كبير جدا، وكذلك الدول اللي بتعتمد على السياحة والسفر تأثرت تأثر كبير. كذلك مثلا لو خدنا مصر وهي بتعتمد على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فالتحويلات المصريين العاملين في الخارج تأثرت أيضا سلبا بشكل كبير. أيضا الأزمة تسببت في تزايد معدلات الفقر وأثرت أيضا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. قد تكون من الحقيقة التأثير المضر جدا بالدول العربية، لأن كثير منها بيضم كتل سكانية كبيرة هي الأثر على البطالة، وبالتالي الدول العربية كثير من الدول العربية تأثرت بتراجع الطلب العقاري والنقل والسياحة، وكان لذلك انعكاسات هامة على زيادة معدلات البطالة. ننتقل الآن إلى أثر الأزمة المالية والاقتصادية على المرأة في الوطن العربي، وهنجد إن بداية مهم إننا نعرف إن المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية بتعتبر منخفضة جدا مقارنة بالمرأة في باقي دول العالم، هي بتصل إلى في سنة 2005 إلى 33%، وهي من النسب المنخفضة جدا، ويمكن بعد كده مؤخرا حصل انخفاض عن هذه النسبة بعد أحداث الربيع العربي. فلو اتكلمنا النهاردة على كورونا وتأثيراتها هنلاقي إن المسألة بتبدو أكثر حتة، وإن المرأة بتعاني أكثر من انخفاض مشاركتها الاقتصادية بعد الأحداث اللي مرت بيها الوطن العربي. هنجد إن أسباب تأثر المرأة بشكل كبير بالأزمة المالية هي إنه ارتفاع نسب الفقر اللي بتعاني منه المرأة العربية بشكل عام خاصة في الدول الفقيرة، كذلك إن المرأة بتتركز في قطاع الخدمات، كذلك إن المرأة بتتركز في القطاع الحكومي، وهو طبعا صحيح إن القطاع الحكومي يعني هنجد إن المرأة مش هتتأثر بالبطالة إنها هتظل كما هي، ولكن نسب الدخل في القطاع الحكومي في الوطن العربي بتبقى منخفضة قياسا بالقطاع الخاص. فلو اتكلمنا على القطاع الخاص هنلاقي إن المرأة بتتركز في قطاع الخدمات والقطاع غير الرسمي، وبيبدو إن التأثر السلبي للأزمات على القطاع الخدمي والقطاع غير الرسمي أكثر حدة، لأن المرأة مساهمتها في القطاع الصناعي ضعيف، وفي القطاع الزراعي المرأة مساهمتها العربية بتكون غير مدفوعة الأجر، وبالتالي ده بيسبب بشكل كبير تأثرها من الأزمات. كذلك تضررت المرأة العربية بالذات في الدول الخليجية من وضع استثماراتها في البورصات الدولية، وده أدى إلى أن كثير من السيدات تفقد مدخراتهن نتيجة لانهيار البورصات العالمية. الحقيقة لما بننقل إلى حجم الاهتمام ممنوح للمرأة العربية، كان طبعا تضررت مؤسسات التمويل متناهي الصغر بسبب انخفاض المساعدات والمعونات، والمرأة العربية بتبدو طبعا مستفيدة بشكل كبير جدا من هذه المؤسسات، وبالتالي تضررت بشكل كبير. كذلك انخفاض تحويلات العاملين في من الدول النامية من الدول العربية كان له برضو انعكاسات سلبية على المرأة. يمكن لو خدنا مثل مصر هنلاقي ان المثل ده واضح بشكل كبير. الحقيقة من العرض السابق بيتضح إن
المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي مشاركة ضعيفة، بيتضح أيضا أنه ده تحدي كبير جدا بيواجه الدول العربية، سواء من حيث الأزمة المالية، يعني أن لو إحنا قوينا الوضع الاقتصادي للمرأة العربية في كل الدول العربية ده هيفرق بشكل كبير جدا في معدلات النمو الاقتصادي وفي الأداء الاقتصادي للدول العربية، ومن هنا بتأتي أهمية السياسات والمقترحات. الحقيقة السياسات والمقترحات في مجملها بتصب في التمكين الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي له بعدين، البعد الأول هو العمل لدى الغير، والبعد الثاني هو أن المرأة تكون صاحبة مشروع. فبالنسبة للعمل لدى الغير، المشكلة الأساسية بالنسبة للمرأة العربية هي الوظيفة الإنجابية اللي بتؤثر عليها بشكل كبير في فرصها في الحصول على عمل لدى الغير، وبالتالي إتاحة الفرصة للمرأة مرتبطة بمساعدتها في الوظيفة الإنجابية من ناحية، ومن ناحية تانية في رفع مهاراتها وصقلها، وده طبعا لا يتأتى إلا بتحسين فرص التعليم ثم التدريب. وإحنا طبعا المرأة العربية عندها فرص هائلة ان هي توازن بين وظيفتها الانجابيه والوظيفه العمليه من خلال الثوره المعلوماتيه وتكنولوجيا المعلومات، وانها تستطيع العمل من بيتها في التجاره الالكترونيه وغيرها، وبالتالي بناء قدرات المراه العربيه واتاحه فرص لها في هذا المجال هيحتل اهميه كبيره عند صنع القرارات الاقتصاديه وعند وضع السياسات الاقتصاديه. نيجي للعمل في مجال المشروعات الصغيره، الحقيقه المراه في الدول العربية بتتركز في المشروعات متناهية الصغر، فده بيتطلب ان انا احسن الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات متناهية الصغر عشان يبقى في فرص للمرأة انها تنتقل من مشروعات متناهية الى مشروعات اكبر، وبالتالي احسن وضعها، ما تبقاش مشروعات مجرد توليد دخل لا يترتب عليه تحسن في وضع المرأة وزيادة فرصها ان تكون في وضع افضل. وكذلك لابد من إتاحة الفرصة للمرأة في المشروعات المتوسطة والكبيرة من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية، وفي هذا الأطار الحقيقة بيحتل دور الحاضنات أهمية كبيرة جدا. وبالتالي احنا هنلاقي في رابعا الأفكار اللي أنا بتكلم عنها دي موضوعة في نقاط واضحة ومحددة بتتكلم على كيفية تحقيق التمكين الاقتصادي، سواء من خلال دور الحكومة، دور السياسات الاقتصادية، دور المجتمع المدني، ده لابد أنه يتكامل معا لتحقيق هذا الهدف.